ابتداء من مساء الخميس تجمع أكثر من 200 متظاهر أمام مبنى السلامة العامة الواقع في مدينة روتشستر بولاية نيويورك لمواصلة الاحتجاجات ضد التمييز العنصري وإنفاذ الشرطة للقانون بالعنف. وقعت اشتباكات خلال المواجهة بين المتظاهرين والشرطة، وقالت شرطة روتشستر إنه في وقت مبكر من صباح الجمعة ألقت الشرطة القبض على 8 متظاهرين وأصيب شرطيان بجراح. وتعرضت معاملة الشرطة الوحشية للمتظاهرين لانتقادات، حيث اعتقد مجلس المدينة المحلي أن الشرطة استخدمت القوة غير اللازمة ضد المتظاهرين. وفي مدينة بورتلاند توشك الاحتجاجات ضد التمييز العنصري وتطبيق الشرطة للقانون بالعنف على دخولها اليوم 100 في نهاية الأسبوع. وفقا للتقرير يخطط المتظاهرون لإجراء أنشطة مختلفة في الأيام القليلة المقبلة.